شرفي. شلونك يا قلبي؟ لابس قميص تحت كنستر؟ ايه برافو عليك. ما نديت علي زعلته. خلص ما عاد انزعل مرة تانية. ما بيكفي بدك بوس من التوبة. من بوس من التوبة. المهم انت تكون رضيان ومالك زعلان. اعطيني بوسة بشوي. ابو الشيدة حبيبي انت شو قلت لي بدك تشتري سيارة؟ ايه بس بشرط تكون حمراء. حمراء وزرقاء. تعال اقول لك يلا. اوبا يلا قول لهم باي. باي. قالوا لابوك دللها لماما. دللها لماما. يلا سلام. حمراء بدك سيارة؟ شرفي عادي. ممكن تفهميني ليش هيك عملتي؟ ما بتعرف؟ لا ما بعرف. وهلا شو ها؟ لقيته بجيبة بنطلونك وانا عم حط الغسيل. ايه وشو يعني؟ اتصلت على الرقم. اكتشفت انه حضرتك زبون عندهم بالاوتيل. ليش عم تلف وشك عني؟ عم لف وشي عنك لانه بصراحه الذنب اللي عامله ما عم يخليني اطلع فيك. لما نمت برات البيت هداك اليوم كنت نايم بالاوتيل ما؟ لا ما كنت هنيك. امتى لكان عم تروح؟ لما بتتصل فيني بتقلي عندي اجتماع؟ ولا لما بتقلي تغدوا لا تستنوني مأخر؟ لينا انا فيني خليكي عم تتورطي وتحكي معي بهالطريقه اللي عم تحاكيني فيها هلا. بس أنا عن جد ما بيهون علي يشوفك غبية كل هالقد. عن جد عشان هيك رح جاوبك. أنا بكل المرات اللي نزلت فيها على الأوتيل كنت عم جيب الضيوف للبرنامج، وأحياناً كنت أضطر إني ضل معهم لأني عم أشرف على الحلقات اللي عم تتصور بالأوتيل نفسه. استفسار تاني؟ توقعتك تقلي هيك شي. يعني مالك مصدقتيني؟ ليش انت مصدق حالك؟ كريم انا بعرفك منيح، نحن عشرة عمر. يعني بعرفك منيح انت بتكون عم تحكي الصدق وامتى عم تكذب. يمكن من زمان ايه بس هلا لا. صدقيني لا لينا. انا ما بعرف الجاي لهون شو عملت فيكي. كيف قلبتك من مرة ناضجة ومخها كبير لوحدة شك بتفاصيل صغيرة وبأمور سخيفة اللي براسي كله أوهام، واللي عم حكيك إياه أنا الصدق. حياتك ما جبت لي هيك سيرة من أول ما بلشت شغل لهلأ، ولا مرة جبت لي سيرة أوتيل. أنا برأيي بدل ما نضل قاعدين عم نضيع وقت لينا بالحكي نحمل حالنا ونروح على الأوتيل أحسن شيء. بعتقد وحدة مثلك وبذكاء الخارق ممكن تكشفني إذا كنت عم كذب ولا لا، يعني إذا بحكي كلمتين بيني وبين جماعة الريسبشن. منيحك. ليك كريم، إذا مفكرني إني رح أخجل من حالي وأقول لك لا فبكون غلطة. لا أبداً، مو بس مشانك ومشاني كمان ومشان شادي. أظن بعد ما وصلت فيك الأمور إنك تترك البيت وتمشي، صار لازم تتأكدي إذا كانت تتوهمي. وأنا كمان بدي أريح راسي. شرفي. ليك كريم، إذا مفكر. ما لي مفكر بشي. عم فكر بشغلة واحدة بس، بهالموقف السخيف اللي حطيتينا فيه قدام أخي. إذا بتريدي شرفي خلينا بس نستنى لحتى يجوا فؤاد وشادي.